ويحتفي. ذهبنا في بورسعيد على الساحل على نمشي كذا. أتى وقت الغد يمكن اثنين معنا ثلاثة آخرين، فقلنا لأحد المارة والله لا نعرفه ولا يعرفنا، وقفنا قلنا يا أخ تعرف أن مطعم أسماك جيد؟ قال لي أعرف. فمشى معنا، مشينا معه، نزل الشارع، نزل الشارع، دخل الحي، قلنا الحي، قال لا في مطعم خاص نعرفه. صدقنا مشينا، دخل بنا في بيته. قلنا ما هذا؟ قال يعني أما أستحي من الله أنكم أواجه ناس يسألوني عن مطعم أدلهم على مطعم؟ والله ما تغدون لا في بيتي، هذا من الشارع. فطبعا لا فيهم الكرم فعلا وفيهم قبول الآخر، ولا تجد نفسك غريبا في مصر جدا.